مرة قالوا بأن في صحيح الرواية أن صحابيا دخل عليه فرآه مستبشرا ظاهر البشر عليه علامات السرور، فقال له: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة ولا بهذه البشر قبل اليوم، فما السبب؟ ما الذي جعلك طلقا مستبشرا بهذه الصورة التي رأيتك فيها؟ فقال له: إن جبريل عليه السلام جاءني فقال لي، أخبرني أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا موجود في روايات كثر: من صلى علي صلاة صلى الله تعالى بها عليه عشرا، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. فهذا إذن عطاء لم يعطى لنبي من قبله صلى الله عليه وسلم. وروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصلاة عليك؟ ما معنى الصلاة؟ ما الصلاة عليك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك من العلم المكنون، ذلك أمر لا يعلم سره على الحقيقة إلا إذا أسند لصاحب الحقيقة الأعلى وهو الله، هو الذي يعرف مكنونها ويعرف سرها ويعرف عمقها. أما ذلك فقال له إنه من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم. إن الله تعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى علي أحدكم فإنه يسأل الله أن يغفر له، أي أن الملائكة تستغفر لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فإنه يستغفر له ملك، ويقول الملك الثاني: آمين، وتقول الملائكة آمين. فإذن المسألة فيها عطاء مفتوح.